الأزهر وشيوخ الأزهر بني على الرحمة. لما فتحوا كتاب الله وحفظوه فوجدوا أول آية فيه بسم الله الرحمن الرحيم، ولما سمعوا قول رسول الله في الحديث المسلسل بالأولية يعلمه الشيخ لطلبته أول ما يعلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بارك الله فيكم وعليكم، يسر الله لنا ولكم. تفسير البيضاوي هذا استقاه مؤلف من تفسير الكشاف كما قلنا، بل يكاد يكون اختصارا لتفسير الكشاف، إلا أنه نقحه ونقاه من مذهب الاعتزال ونسجه على مذهب أهل السنة، واستقاه أيضا من تفسير الإمام الرازي رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن الكونيات كلها التي ذكرها الرازي في تفسيره يتبعه هو فيها ويذكرها ويوضحها ويشرحها. هو بالنسبة للفقه شافعي المذهب، يذكر مذهب الشافعي غالبا في بعض المسائل الفقهية، ثم يذكر أيضا المذاهب الأخرى كالإمام أبي حنيفة، وهذا كثير في تفسيره، ويذكر أيضا في النادر مذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، لأن الشافعية كانت لهم مع الحنفية سجالات كثيرة، فيذكر هذا شيئا ويرد عليه الآخر. وأما المالكية فلا، يعني لم تكن لهم هذه السجالات معهم، فيبدو أن المالكية توسطوا فسلكوا مسلكا وسطا أرضوا به الحنفية والشافعية. وأما مذهب الإمام أحمد فقل من يذكره من المفسرين، يعني قليل من المفسرين من يذكر مذهب الإمام أحمد رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. وأما النحو فهو يتعرض كثيرا للصناعات النحوية، وأما البلاغة فقد نسج على تفسير الكشاف، وأنتم تعلمون أن الصفة الأشهر من تفسير الكشاف هي البلاغة. وأما القراءات فقد تميز هو عن غيره بأن ذكر أوجه القراءات واعتمد على ذلك بذكر القراءات السبعة المعتمدة، ويسمي صاحب القراءة باسمه. ومما يحسب للبيضاوي أيضا أنه مقل جدا من الإسرائيليات، وإذا ذكرها يذكرها بصيغة التضعيف والتمريض، وإذا كانت الإسرائيليات خاصة بالأنبياء أو بالعقائد فإنه يكر عليها بالبطلان إن كان فيها ما يدل على القدح في العقائد أو في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وبالنسبة للإسرائيليات، كثير منكم أو كثير من الناس يقول إن الإسرائيليات هذه يجب أن ننحيها من التفسير، وهذا خطأ بين، بل الإسرائيليات لا بد منها في التفسير. كيف يكون لا بد منها؟ نقول إلا أن من ذكر الإسرائيليات فيجب أن يكون دينا تقيا لله سبحانه وتعالى، منقحا مدققا، فيذكر من الإسرائيليات ما هو معقول ويترك ما ليس بمعقول. فكثير من الإسرائيليات وردت في كتب التفاسير ليست بمعقولة، وقد يعارضها الدين ويعارضها شرعنا، وكثير من الإسرائيليات وردت معقولة وإن كانت بعيدة في تحقيق نفوسنا، ولكنها على الله ليست ببعيدة، وينبغي علينا أن نستمع إليها، فإذا نظرنا في شرعنا لما يصدقها صدقناها، وإذا نظرنا في شرعنا لما يكذبها كذبناها، وإذا لم نجد في شرعنا ما يصدقها أو يكذبها فعلينا ألا نصدق وألا نكذب.
لأننا إذا صدقنا ربما كانت كاذبة فنصدق ما هو كاذب، وإذا كذبنا ربما كانت صادقة فنكذب ما هو صادق. فمن أجل ذلك الإسرائيليات على ثلاثة أنواع. نوع الأول ما يوافق شرعنا وهذا نصدقه قطعا ولا بد منه في كتب التفسير. النوع الثاني ما سكت عنه الشرع ولم يذكر فيه شيئا، وهذا ينبغي علينا ألا نصدقه أو نكذبه. النوع الثالث ما ذكر الشرع أنه كاذب فهذا ينبغي علينا أن نكذبه، وما ذكر الشرع أنه صادق فهذا ينبغي أن أو يجب أن نصدقه. إذن الذي يذكر الإسرائيليات يجب عليه أن يكون عالما مدققا باحثا، وهذا هو المنهج السديد في موضوع الإسرائيليات. فكثير من طلبة العلم يقول هذا التفسير فيه إسرائيليات فأعرضه عنه، نقول له لا، ليس كل ما فيه إسرائيليات يجب الإعراض عنه، بل ما فيه إسرائيليات يقبل إن كان في الشرع مقبولا، وإن لم يذكره الشرع فعلينا ألا نصدق وألا نكذب، وإنما نأخذه لأجل الاستطراف أو الاستئناس أو التسلي، خصوصا إن ورد عن كعب الأحبار أو وهب بن منبه رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فقد أسلما ودينهما يمنعهما من الكذب على الله أو من الكذب على رسول الله. وأضرب لكم مثلا بسيطا في موضوع ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. يذكر الإمام القرطبي وغيره من المفسرين ماذا قال الهدهد وماذا قالت القمرية وماذا قالت الفاختة وماذا قال العصفور وماذا قال كذا الطير الفلاني وإلى آخره. هذا الكلام الذي ذكروه كلام لا يتناقض مع الشرع ولا يتناقض مع الدين، بل هو إن لم يكن لسان حال هذه الأشياء فإنما هو لسان مقال، فإن لم يكن لسان مقال هذه الأشياء فهو لسان حالها. فنجد نكيرا من بعض الناس في عصرنا على ذكر هذه الأشياء، نقول له لماذا تنكر هذا؟ أينكر هذا في قدرة الله عز وجل؟ لا ينكر هذا في قدرة الله. لو أنهم أثبتوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا أنه رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ عليك إن كنت من أهل الحديث أن تقدح في الرواية وتقول هذا افتراء على رسول الله لم يقله، لكن كنهم يذكروه في الكتب فتقول أنت إنه باطل منكر وكذا وكذا، كما يقول صاحب الإسرائيليات في كتب التفسير الشيخ محمد أظن لست أدري اسم أبيه الآن، لكن هو له كتاب في الإسرائيليات في التفسير والموضوعات، إسرائيليات والموضوعات في التفسير، يذكر هذا الكلام ويدعي أنه نقول له لا داعي لهذا، لأن في قدرة الله عز وجل ما هو أعجب من هذا. فأنت تنظر إن كان في كلام يتنافى مع العقيدة فحينئذ أنكره، وإن لم يكن فيه كلام يتنافى مع العقيدة فحينئذ لا إنكار فيه. أفهمتم هذا المنهج أيها نعم فهمنا هذا. إذن فالإسرائيليات لا ترفض على إطلاقها ولا يوافق عليها على إطلاقها، وإنما قلنا إن منهجها ثلاثة أقسام وقد ذكرناها. فالبيضاوي مقل من الإسرائيليات، وإذا أتت إسرائيليات تتحدث عن النبي أو الأنبياء فإنه يرد عليها، أو في العقيدة من كلام بني إسرائيل فإنه أيضا يرد عليها ويوضحها. ومما أخذ عليه أنه يذكر الأحاديث الموضوعة في فضائل السور عند تفسير آخر كل سورة، وهذه في الحقيقة تصدى له كثير من العلماء فخرج هذه الأحاديث وأحاديثه كلها في كتاب يسمى الفتح السماوي في تخريج أحاديث البيضاوي للإمام المناوي، إمام عبد الرؤوف المناوي
رحمه الله تبارك وتعالى. والذي يطلع على تخريج ابن حجر للزمخشري ينفعه ذلك في تخريج أحاديث البيضاوي، وكذلك الذي يطلع على ما كتب على أبي السعود في تخريج الأشعار والخطب والأشياء التي وردت يستطيع أن ينفعه هذا في تفسير البيضاوي، لأن المشرب واحد. الأحاديث المذكورة في آخر الصور الرجل لم يتعمد وضعها، وإنما كتبها كما قرأها، وقال بعضهم يعتذر له لعله بنى ذلك على التسامح في أنه يريد الترغيب والترهيب، وهذا اعتذار ليس بكاف في جلالة هذا الإمام العظيم رحمه الله تبارك وتعالى. وضعت على تفسير البيضاوي تعليقات كثيرة جدا جدا، حتى أبلغها بعضهم إلى 50 تعليقا وحاشية. من أنفع حواشيه حاشية محي الدين زادة وحاشية الشهاب الخفاجي رحمهما الله تبارك وتعالى، وهما كاملتان. وأما بعض الحواشي الأخرى التي وضعت عليه فمنها ما هو كامل، ومنها ما هو جزء واحد، ومنها ما هو تفسير غريب وإلى آخره. فأفضل الحواشي عليه حاشية الشهاب، هي أفضل الحواشي عليه على الإطلاق، ويليها حاشية الإمام قطب الدين زادة رحمهما الله تبارك وتعالى. العلماء لهم فضل ومنزلة، ووجههم عند مولى الفضل مقبول. قوم إلى الله قد شدت عزائمهم، وحبلهم بحبال الله موصول. قوم على الملة السمحاء قد فطروا، وشأنهم مع كتاب الله منقول. أعطاهم الله ما شاء وأكرمهم، كذاك قال الذي وفاه جبريل. يا ربنا خذ بنا قلبا لساحتهم، لنستريح ويحمى القال والقيل. العلماء لهم جاه ومنزلة، ووجههم عند مولى الفضل مقبول.